السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة ديال مولاي المسفيوي اللي متخصصة في شراء جميع أنواع العقارات. كما وعدتكم إن شاء الله ديما الجديد بغيت نوريكم هاد الشقق تتواجدوا في إير بليستو. هاد لابارتمون بروميير إيطاج، المساحة ديالها 80 متر والثمن ديالها 45 مليون، قابلة للتفاوض. دو فاس عندها جوج ديال الواجهات، هنايا كاين الصالون كيما تتشوفو، كاين إمكانية ديال وعد بالبيع. اللي مهتم غير يتصل بيا على رقم 0674555303. مرحبا في جميع الاتصالات ديالكم، وانتظروا ان شاء الله ديما الجديد على القناة. اللي باغي يسول على اي حاجه في العقار الف مرحبا. هاد الشقق راه كاينه امكانيه ديال واحد في البيع. وا داكشي ميت راه الا بغيتي باش دير ان شاء الله الشقق يكونوا صغار ان شاء الله. وا لا نبقى معاك ان شاء الله، حتى نديرهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربي يخليك، الله يطول عمرك. عارف اللي كاين سي سعيد، ربي يخليك اخويا، الله يطول عمرك ان شاء الله. راه نشوف لك شي حد ان شاء الله، غادي يجيو الناس لا محل ان شاء الله، ما يكون على خير. غادي نرى في هاد الايامات ان شاء الله باذن الله. تجي القضيه مزيانه فعلا فعلا. فعلا داكشي اللي كاين لي فعلا فعلا. واخا خويا سعيد انا رجعت حتى تما ان شاء الله. واخا خويا واخا، الله يبارك في السعد. سامع خويا، سامع خويا، يطول عمرك. سامع كاينه امكانيه ديال واحد في البيع. راه كلشي تيكون عند الموثق النوطير باش الانسان يعرف شنو كاين. حنا ما يعطينا الانسان حتى ريال حتى تيجي يشوف الدار، وكلشي يكون بالموثق، سواء الموثق اللي تنعرفو حنا ولا اللي تيعرفو الناس اللي تيبغيو يشريو. كنتمنى لكم تحسن الظن ديالكم، حنا تنديرو كل ما في جهدنا باش نجيبو لكم عقارات فاخرة وشقق. هاد لابارتمون راه فيها جوج كبيوت وصالون وسيجور، لا كويزين والدوش، هنايا كاين سيجور. وي انا جاي، انا جاي رضوان.
اللي مهتم غير يتصل بيا على الرقم 0674 35 03. ما كاينش فون ما كاينش شون باخر جوج البيوت و صالون و لا كوزين و توش و سيرو لابارتمون راه جوج فرصات الثمن ديالها 45 مليون قابل للتفاوض المساحة 80 متر كاينة إمكانية ديال واحد من البيت لي ميتم غير يتصل بيا على رقم 0674 35 03. كي داير سي زايد؟ وعلى بس عليك كل شي بخير عني كل شي مزيان ما يطول عمرك الله يبارك فيك كل شي بخير الله يبارك فيك كل شي بخير عني لبس عليك أنت فين؟ لا بس الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد على كل حال كي داير انت عني الصحاب خير لا بس الله يبارك فيك اللهم لك الحمد الله يبارك فيك لا بس واكين أتكون تمايا دا بنحسو وانجو عندك نجو عندك نوردوان واه حنا نجو تاع الشرف ونجي عندك تاع تما جيت بنحسو واه مرحبا خويا انا طول عمرك الله يبارك فيك سي سعيد انا نجو عندك دابا شحال تاع الوقت اخويا اخويا ينعي واه واخا مرحبا مرحبا صافي يكون هاني مرحبا واخا لا لا ان شاء الله ما يكون على خير ان شاء الله واه داك الشيء ميت راه الا بغيت باش دير ان شاء الله الشقق يكونوا صغار ان شاء الله واه لا نبقى معاك ان شاء الله حتى نديرهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربي يخليك الله يطول عمرك عارف اللي كاين سي سعيد ربي يخليك اخويا الله يطول عمرك ان شاء الله راه نشوف لك شي حد ان شاء الله غادي يجيو الناس لا محل ان شاء الله ما يكون على خير غادي نرى فهاد الايامات ان شاء الله باذن الله